نوبل الفيزياء والكيمياء، استكشافات وأبحاث مهمة، أدينا التفاصيل. صباح الخير. صباح. طبعاً العلوم دائماً أهم ما قد يقوم به البشرية، والأكاديمية السويدية للعلوم منحت جائزة الكيمياء لثلاثة علماء من ضمنهم عالم تونسي الأصل وهو الأستاذ في معهد ماساتشوستس MIT للتكنولوجيا منجي الباوندي، هذا بالإضافة إلى عالمين آخرين لاكتشافهم ما يعرف بالنقاط الكموية، وهذه هي جسيمات شديدة الصغر نستخدمها الآن في الشاشات، تستخدمها طبعاً مثل شاشات التلفزيون المسطحة، أضوية أو مصابيح الـ LED، والأهم تستخدم لمتابعة لرؤية الأوعية الدموية، يستخدمها الجراحون عندما يقومون بعمليات للأورام السرطانية. في المستقبل نتوقع أن تؤثر هذه على صناعة أجهزة استشعار دقيقة جداً. ويبدو أن العلماء أو الأكاديمية عادل يلا أنا بس لأنه انتهى وقتنا بالنسبة للنقطة الأولى، كم لي فكرتك حتى ننتقل هند؟ نعم، أما في مجال الفيزياء تمكن 3 علماء أيضا من الفوز بالجائزة لاكتشاف ما يعرف بالنبضات الضوئية التي تمنحنا القدرة على رؤية ما يحدث داخل الذرة. داخل الذرة نقدر نشوفه. طيب قواش الله، الآن نروح إلى موضوعنا الثاني يعني الملاريا، لكن هالمرة اللي كافحها البعوض، هل كيف؟ شون؟ صحيح، يبدو أنها ستكون الحليف الأهم للبشر، أو على الأقل هذا ما يبشر فيه العلماء في جامعة كاليفورنيا الذين يقومون حالياً، بعد طبعاً حالياً هناك نتائج إيجابية أولية بعد أن هندسوا جينياً للتلاعب بجينات البعوض. البعوض هو الذي ينقل طفيل الملاريا، وإذا تمكن العلماء وهم بالفعل قد تمكنوا من إضافة جين جديد لهذه للبعوض، جين استخلص من الفئران لأنه يعني الفئران في جهازها المناعي تحارب الملاريا، لكن البعوض لا يحارب الملاريا لأنها لا تضره. العلماء تمكنوا من نقل جين من الفئران إلى البعوض كي يساهم في محاربة الملاريا عبر التزاوج ونقل الشفرة الجينية الجديدة. الله يسامحك يا هند، وين موديتنا؟ ما أدري وين موديه. طيب شكرا هند. العلماء وين مودينا يا عادل؟ أي والله وين مودينا؟ المستقبل ماذا يخبئ لنا؟ شكرا لك يا هند مراسلتنا من واشنطن، كل يوم شيء جديد، مستقبل وردي إن شاء الله.